معي من الكويت عبر الهاتف الفلكي عادل السعدون. مساء الخير، أهلا بك معنا سيد عادل. إذا رغم الشكاوى العديدة التي نتحدث عنها ولكن لا نتحدث عن إصابات، هل من جديد فيما يتعلق بهذا الموضوع؟ يعني كثيرون ظنوا بأنه هذا الموضوع ليس بدقيق، أنه فقط نتحدث عن غرق مركبات وتماس كهربائي، يعني عدم وجود أي إصابات؟ نعم، لم تكن هناك إصابات خلال أمطار العاصفة اللي جت الكويت أمس، الحمد لله، يعني ما في كان إصابات. تعطل السيارات، هنا تعطلت في داخل الماء، يعني بعض جرفة السيول، بس ما في إصابات هنا. طيب سيد عادل، الطقس لمتى يستمر بهذا الشكل؟ تحدثنا عن المدارس، يعني أغلقت المدارس اليوم 6 نوفمبر، غدا نتحدث عن مدارس وحياة طبيعية مع اللي حصل أمس كان هناك طبعا عاصفة مطرية نتيجة أن المنطقة الكويت بالذات أصبحت تحت تأثير منخفض جوي سحيق جدا، والتقى المنخفض السوداني مع المنخفض القبرصي فوق الكويت. يعني كان هناك مثل ما تقول تيارين من السحب، واحد جاي من وسط الجزيرة العربية وواحد جاي من صوب قبرص، اللي هو المنخفض الموسم المنخفض القبرصي والمنخفض السوداني. أدى هذا إلى هناك تكون أمطار ورعد وبرق، وأمطار امتدت لأكثر من 4 ساعات في كل بقعة، يعني لا نتدري إنه يمشي غير قاعد يمشي. الآن كيف هو الوضع؟ الآن الوضع جيد، إدارة الإطفاء ووزارة الأشغال والدفاع المدني أيضا قامين بأعمالهم في إزالة المياه اللي تجمعت في بعض الطرق. الطقس كمان، أعني هل انتهت هذه العاصفة أم تتوقعون أيضا مزيد؟ نعلم بأنه هناك دعوات لعدم، يعني تحذيرات لعدم خروج الناس إلا لضرورة. هو الهدف منها أن هناك بعض الطرق معطلة لأن يزيد هناك زحام على الناس، ولا يعني الوضع طبيعي الآن، ما في هناك مشاكل كثيرة. يعني نتحدث الوضع طيب العاصفة هذا اللي أمس جات ما أعتقد تتكرر مرة ثانية بكرة أو بعده، راح تجي أمطار، متوقعين أمطار باكر واللي بعده وحتى الجمعة، بس ما تكون بهذه الشدة كعاصفة وصلت الرياح فيها لأكثر من 80 كيلومتر في الساعة. شكرا على هذه المشاركة، كل هذه المعلومات سيد عادل السعدون الفلكي، كنت معي مباشرة من الكويت.